السلام عليكم. عندنا بعض الأغراض المنوعة اللي مثل ما جاءت تلاحظون بالصورة، أشكالها جميلة وأداها أيضا جميل. لاحظوا هذه بإمكان فتحها بتكون كسلة تقديم، وأيضا بإمكان أغلقها بتكون كالمنظر اللي توضع على أي مكان سواء بالمطبخ أو غير مكان. هذه الأداة خاصة بالخلاط اللي بالسنك، بالإمكان استبدال خلاط السنك أو المخرج الأخير بهذه الأداة حتى تكون كل دوش. عندنا هذه الأداة مثل ما جات تلاحظون بالصورة، هاي مثل التعلاقة أو تعلاقة بالإمكان وضعها داخل الحمام أو على أو بالمطبخ، وممكن تعليق أكثر من حاجة عليه. وبقت الأخيرة هاي فهي نشافة تستخدم للجام.